السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله منشئ الخلق من عدم الصلاة على المختار في القدام آمين تذكري جيران بذي هبت الريح من تلقائك صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ملي برد جماح من غواياتها كما سيك أسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه استغفر الله من قول بلا عمل لا قد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على
نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم. ما رناحت عذبات الباني ريح صبا العيسى حاد العيسى بالنغم. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أبياتها قد أتى ستين مع مئات فرج بها همنا يا فارج الهمام. أبياتها قد أتى ستين مع مئات فاكشف بها غمانا يا كاشف الهمام. أبياتها قد أتى ستين مع مئات وسع بها رزقانا يا واسعا نعامين. يا ناصر المسلمين في جميع البلاء انصر لنا أمينا الأحاط مسقامي. أمين ثم هي أمين أمين ثم هي أمين أمين ثم هي أمين يا ربنا عالمين. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.